أثار إعلان الجهات القضائية في العراق غلق ملف مجزرة جسر الزيتون غضباً واسعاً بين السكان في محافظة ذي قار، وفي مقدمتهم ذوو شهداء تظاهرات ثورة تشرين. المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 200 متظاهر بين شهيد وجريح، يغلق ملف المسؤولين عنها، بينما يعفى عن القتلة وتتم حمايتهم من قبل أحزاب السلطة، معادلة سخر منها أهالي الضحايا، مؤكدين أنها دليل آخر على تورط الأحزاب وميليشياتها بدماء شهداء التظاهرات. وعليه نحذرهم فإن تشرين ستعود وأكبر وأقوى من ذي أمس، وأننا عازمون على الشهادة كما إنهم عازمون على المناصب وعلى الكراسي، وأننا مستمرون على نهج الشهداء وهو إسقاط النظام برمته من الألف إلى الياء، لا مشاركة مع هذا النظام الفاسد ولا جلوس معه على طاولة واحدة. الدولة هي سبب هذه القضية، وقتل الشباب هي بسبب الدولة الذي يريدون هذا الشيء يطلعونه من عندهم. شلون يريدون يقطفون الغير مكان؟ أما هي المسؤولة الأخيرة والأولى هي الدولة، دولة الأحزاب، فالقضية ما تروح منهم. إذا انغلق الدعاوي فستكون ثورة والله العظيم ليس في الحسبان. وبما أن السلطة التي غضت الطرف عن محاسبة قتلة المتظاهرين هي نفسها التي ضغطت لإغلاق ملف مجزرة الزيتون، فإن ذوي شهداء المجزرة قرروا المضي بإجراءات سلمية مقبلة بمعية أهالي الناصرية. غلق جميع المؤسسات، مصادر التمويل اللي لهم راح نوقفها، المحاكم اللي هي أساسا ما سوى شيء بالإضافة لذلك راح نوقفها ونوقف عمل بها. كل هاي الإجراءات هي إجراءات بسيطة يمكن ما ترتقي إلى حقيقة الدماء. مجزرة جسر الزيتون في الناصرية واحدة من مجازر عديدة نفذتها ميليشيات الأحزاب ضد المتظاهرين في بغداد والنجف والبصرة وباقي المحافظات، حيث ما زالت دماؤهم تنتظر القصاص لها ممن سفكها.